إذن عدد من الدعاوى القضائية تعتزم حملة ترامب إعادة إحصاء الأصوات في بعض الولايات التي تقدم بها الرئيس المنتخب جو بايدن، ولكن السؤال على ماذا تستند هذه الدعاوى وما هي القوانين التي تسمح بذلك في الولايات المعترض على نتائجها. تعاد مثلا عملية الإحصاء بشكل تلقائي في ولاية أريزونا عندما يكون هامش الفوز بين مرشحين أقل أو ما يساوي 0.1 نقطة مئوية، لكن بايدن تقدم في الانتخابات الأخيرة بأكثر من نصف نقطة، ما يعني أن على حملة ترامب التقدم بطلب للولاية. يمكن للمرشح أيضا أن يطلب إعادة الإحصاء إذا كان هامش الفوز أقل أو يوازي هامش الفوز أو يساوي نصف نقطة مئوية، وبما أن الفارق في الأصوات بين بايدن وترامب لا يتجاوز 0.2%، يحق لترامب طبعا طلب إعادة الفوز خلال يومين فقط بعد اعتماد النتائج. وينص أيضا قانون الولاية على إعادة الإحصاء بشكل تلقائي إذا كان هامش الفوز أقل أو يوازي 2000 صوت، وبما أن بايدن تقدم على ترامب ب 150 ألف صوت لا يتم إعادة الفرز إلا إذا تقدم ترامب بطلب لذلك خلال يومين من إعلان النتائج. أيضا يسمح قانون ولاية نيفادا مثلا بإعادة عد الأصوات بغض النظر عن هامش الربط شرط تقديم طلب خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج، وأن يدفع الطرف الخاسر كلفة عملية إعادة الفرز. تكون إعادة الإحصاء تلقائية إذا كان هامش الفوز أقل أو يوازي نصف نقطة مئوية أو شهادة ثلاثة ناخبين على حدوث خطأ في عملية إحصاء الأصوات. وأمام حملة ترامب 5 أيام لتقديم طلب إعادة فرز الأصوات في الولاية التي خسرها بفارق لا يتجاوز النقطة مئوية. أيضا يمكن طلب إعادة الإحصاء الكلي أو الجزئي إذا كان هامش الفوز أقل أو يواسي نقطة مئوية واحدة، ويجب تقديم طلب بحلول 5 من مساء أول يوم عمل بعد الإحصاء الرسمي للأصوات.